لا يظن الإنسان أنه إذا خلف المال وورث منه قهرا عليه أنه لا أجر له في ذلك، لا، بل له أجر، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، يعني يتكففون الناس، لأنك إذا تركت المال للورثة انتفعوا به وهم أقارب، وإذا تصدقت به انتفع به الأبائل، والصدقة على الفقير على القريب أفضل من الصدقة على البعيد، لأن الصدقة على القريب صدقة موصلة.